الليلة نحنا جينا 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 كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك القرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كدقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا معاكم قناة الشروق برنامج بتاع مسرح في الهواء. نحن حقيقة كل مرة بنطرح موضوع بنفتكر إن الموضوع بيهم الناس سواء كان في الحياة في العيشة في الأسعار في السياسة في الاجتماع في الاقتصاد في أي حاجة وبنطلب دائما إنه الناس إذا حاسة إنه ممكن تشاركنا في أي لحظة ممكن تخش تشاركنا أو بعد ما ينتهي الموضوع إن إحنا طارحينه بعد ذاك الناس ممكن تيجي تعلق عليه وتقول رأيها. نشوف الليلة الموضوع دارين نطرح شنو. شكرا. يا حمد الفادني ها يا حبيب يا اخ والله زول ده عذبنا ذاته احنا مش طالع راح يا اخي ضرب لي كم مره قال لي خلاص احنا جاهزين وكده وعنده العقد بعدك بالليل عنده الحفله ليه شنو يا علق الله يا هذا ذكرنا ذاته يا علق الله يا ما عندنا زمن يا ليش نو يا اخي انا زعيل خلاص يا اخي يا اخي يقول لك تعال العقد ويقول لك بعد العقد عندهم حفله كده صغيره حقت المزيكا اللي بيعملوها دي بعد المزيكا يقول لك في العشاء بعد العشاء يقول لك ماشيين النادي بعد النادي يقول لك في حفله كده صبحيه يا اخي هنا يا حصو شنو يا اخي بعدين ندفع فيها تكشف يا اخي ها يا اخي جايبين ده ما انتهى كله يا اخي مجاملات يا اخي تعبنا منها يا اخي يا والله مجاملات خلاص يا اخي فترتنا يا اخي فلست بينا عليه كده يا اخي جيبك شنو يا اخي يا اخي انا ادي 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 المراه الام ولا ادي الاخت ولا ادي نسيبي ولا ادي صاحب المناسبه ولا ادي العريس ولا ادي العروس وكلهم بيقولوا لي اعمل لهم شنو انا يا اخي يا محمد انت حاسس داك الجرس في شنو؟ داك الجرس في شنو؟ داك الجرس في انه الحاجات كثيره يا اخي ما في داعي يا اخي ده عرس ولا قيامه يا اخي ده عرس شنو ده يا اخي يا محمد يا اخي عيل الزمه مبسط يا اخي العقد الناس تلموا بلح ونايب بتاع وابشر ابشر ابشر والموضوع انتهى يا اخي المفروض يوم واحد يختصروا الموضوع يا اخي شنو شاب كنا ثاني يوم فطور عريس وما عارف العقد براو فطور العريس براو والحفله حقت النادي براو والحفله حقت البيت براو والعزومه اللي بتوع فيها الكشف براو والحنه براو يا اخي شنو ده يا اخي انت يا محمد كتر لنا الحاجات نحن الزمن ده ما زمن مجاملات الزمن ده زمن اختصار انت فسل جبار بس هو الزول الثاني مش عادل تقول له فسل وجبار ما طلع القروش اللي يا اخي انا عندي انا بصرف ما هي يا اخي عندي ميزانيه محدده يا اخي شنو يا اخي فترت من المجاملات دي يا اخي ميزانيه محدده انت محليه انت محليه شاب كلنا نحن سودانيين نحن كريمين نحن اجيب كلهم ملص يا اخي انتهى يا اخي يا محمد عليك الله ما تغير القانون ده كلام ماشي من اجدادنا مما خلقونا في الدنيا دي وفي السودان ده الحياه دي ماشي دار تغير الليله انت يا محمد انا ما بيت يا اخي نمشي العقد العقد ده حاجه مهمه جدا جدا وده طيب. الورقه الاساسيه اللي بتربط الناس طيب. الناس اللي تلموا طيب حضروا العقد طيب خلاص هاي ابشرك ابشرك مبروك 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 قسموا الحلاوه قسموا العصير قسموا هنا الموضوع انتهى يا اخي يلا نمشي شوف بعد شغلتنا يا اخي موضوع يا اخي عريس هذا الحنه اختصار يا حنه وربا اجاك 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 ايوه لحته انت بتقول ولا شيء يا احمد ترقص تطلع الشرتين ده انت قاعد تندفن بين قروشي طلعها دي العريس هو انا يا اخي هي انا زاتها يا اخي رقبتها ما كملت يا هودا طهور بيجاي سمايه بيجاي ودولدت بيجاي وده عرس بيجاي وده شنو يا فطرنا نحن يا حمد يا اخي لما تتغدى يا اخي لما خدت لك الصينيه بتاعت الغدا كده يا سلام والجداده تلقاها مكر فس زيكم سعر اللوري في السقط مبالغه والجماعه يضربوا ها ابدك 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 انت وتغسل ايدك وتلقى زول خات الدفتر ها ها فتكت كتكت فكتكت هش لقيت النوع بتعمل كده يا عوض ازيك السلام عليكم بتتخارج يا اخي احنا قاعدين نعمل حاجات كثيره صعبه يا اخي يا اخي العرس 7 يوم اي البكا اي البكا ده يا اخي البكا ده في ناس في المقابر انتهى مراسم والله دول بتكيف منهم كيف انا انتهى العزاء يا اخواننا بمراسم الدفن يا اخواننا كثر خيركم جزاكم الله خير بارك الله فيكم الموضوع انتهى يا زول مشي على بيتهم يا اخي لا حول ولا قوه يعني ما نتلموا ولا شنو يا اخي الحياه تغيرت تطورت الناس مشوا قدامي يا اخي احنا لسه قاعدين بكولنا يا حاجات الناس يقعدوا ويتغدوا ويشربوا الشاي ويفتحوا الجرايد وينسوا الميت اريته كان بيتذكروا الميت ويدعوا له
راسه كان بيتذكروا ونسى قرقرابة والله لقينا الجرايد الله الليلة الهلال غلبوه الليلة المريخ غلبوه الليلة الكورة شنو ما عارف الليلة نمشي يا اخواننا ناسينا ذيل ضبحوا الليلة ضابحين عاملين كرامة ونسى الميت من تو منه يا اخ طيب كنت اصلا انت الميت ده جيت وقعدت بدل تعدها ضحك وبتاع ادعو له على الاقل يا اخ وكنت اصلا ما حتدعو له طيب يا اخي فايدة قعدتك شنو؟ عشان تجي تقعد وتتونس وتتغدى اخر ما تجوا اخر حمد. الموضوع ده تلغوا ذاته يا اخي عليك الله يا اخي عليك الله يا حمد يا اخي المجاملات دي فترنا منها يا اخي بلا مجاملات يا حمد عليك الله ما تغير القانون يا اخي دي حياه ماشيين بها يا اخي لما نموت العريس تلقى عنده صلعه وباقي الحلاقه ما تاميها بمزاج وخاطه طاقيه ومحنن ابشر والله بيعجبني عجب اهبل هباله والله لذيذ خلاص وسع لي شنو لما يبشر يا اخي خلي القصه دي بلغتك تكفي لنا يا وجلت يا سلام تجيب ها اركز انت بطك ايش انت وين يا اخي ده تشيل القصه دي يا اخي ترشيل الموضوع ده كله كله يعني عيد كده بس كانه زول زي كده ماشي يمشي يا اخي الناس اتطورت مشت لقدام يا اخي نحن لسه في الجلد ولسه في المجامل ولسه في الكشف ولسه في ادفع ولسه ما دفع علي وده انا ما اعرف وكده شوف الكشف جاب كم وهنا ده اتغدى وغسل ايده وزاق يا اخي نحن نقنف في حاجات زي دي يا اخي بالو يا حمد يا اخي ما معقول يا اخي يا حمد العرس يا اخي ده عرس من الناس انت لو داير لك عروسه بتلقاها وين بتلقاها بيت العرس والله انت ما بتلقى معجن ومخوزك لكن بيت العرس انا ما ضد العرس لكن ما يبقى بعزك كده يا اخي ما يبقى فيهم مجاملات والناس يقولوا يا اخي في ناس بيجوا قبل 7 يوم قاعدين جابوا شنطهم وغياراتهم وقعدوا طيب دول ياكلون من وين ويشربون من وين يا اخي دول المعازل ناس البيت دول يا اخي دول المعازل يا اخي يا حمد العرس بيلم بيت خالتك وبيت عمتك وبيت عمك ود عمك هذول السلام عليكم ازيك يا عوض في الحال كيف ان شاء الله طيب الحمد لله وبالبيت يا عم ازيك يا والله هو بيني وبينك الاهل بتلاقوا الاهل بتلاقوا هاي لكن كمان يعني ما يكتروا اجورها كده الناس دي ما مشاغل كمان يا اخي ها الناس دي ما مشاغل يا اخي الحال ما تغير ده كان زمان نحن حاجاتنا ما براحه أيوه. وضعنا براحه واليوم ذاته ما بيكمل ايوه يوم طويل الناس برا النسوان بيمشوا برا تلقاين والرجال تلقاهم ماشيين براحه الحاجات كلها براحه نعم. في زمن استبقى ما في زمن يا اخي والله العظيم يا حمد آه. يا سلام يا اخي يعني العرس نختصره اه يا اخي نخلي الحاجه اذا بقى. كان البيكا بيختصروا العرس ما نختصره ليه والله فعلا يا اخي نخلي آه العرس بس يعقد آه. يسوق المراه والزفاف نخليه وتخ والزفاف المصري والعروس تلقاه شان لا خير المصري ليه والعروس ما خايف على العروسه خايف على الخيمه دي لانه بعد ما تجيلها ها ها ابشر يا عريس ابشر ابشر يا عريس ابشر 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 اي والله والله العظيم سبحان الله هذا حاجات كثير دي اليوم انا ما احلى الحبوبات هاي. يحلي للحبوبات لما تجي العروسة كده ومغطينا بالفركة الليلة العادي الوزن تقدم وتبرع الليلة حبوبة أبشر أبشر ها لا فوق أزول لكن عايز تعال شوف البشتنة هاي والله تعال شوف البشتنة هاي والله أول ما يجي بتاع الأورجن هاي. يجيب لك كده والشباب ها تنجي والغبار ده قايم هاي والله الغبار ده قايم والغيامة قايمة اللي بيمرق من العرس كله مرة أنا مرة حضرت لي حفلة هاي بس أزال المزيكا ده ورد أيوة بس أزال النازل خش لك اي زول براو الناس القريت براو الناس القسم براو الناس اي زول جاب بطريقته النادي فتت لك فت بس مسكت الميكروفون اخوانا لو سمحتوا الرقصه الجايه شويه كده العريس والعروسه ادوهم فرصه زول استغل بي ما في يا ثاني اخوانا لو سمحتوا العريس والله عريسكم والبيت بيتكم ومرحبا بكم في داركم ونحن كلنا اهل اخواننا ادوا العريس والعروسه فرصه زول استغل بي ما في بس هذولك اتكتروا ومشيت بلصت البنطلون وبلصت القميص ايوه وبستر الجلابيه وبستر العراق وبستر المركوب ايوه وجبت الصوت الطويل ذاك أيوة. زول دواس ويدخل شريك الدار ايوه ها انا اخوك ولا ميكروفون ولا هناي ايوه بس عندي صاحبي كذا قلت له امسك الصوت ده كذا امسك بس قلت له الجلابيه كذا ملصها وقعدت في النص كذا وركزتها وحد اسم الله الصوت رفع فوق وقبل ما ينزل الساحه دي بقت فاضيه لا حول عملت للعريس العريس كذي خشوا جو حتى المشكله انحلت لا حول ولا قوه ما بريد الصوت ما بريد الصوت الصوت حر من الموت يا زول الصوت غير السودانيين زول بيتحملوا ما في يا سلام حتى اسم الله وفي السودانيين سودانيين يا زول يا سلام ما كل الناس بيتحملوا يا سلام الناس اللي بيخشوا ناس الكشف ديل ولا في السيستم ديل والله جلد واحد اللي يجري هنا ليه والله يا حمد والله يا حمد صدق لك كلامك عشان انت كلامك صح انه العرس لازم يكون مختصر كيف يا اخي مش ليه عرس الصينيه اول حاجه مجحبصه نعم نجاح بس صح نعم شفت كيف سلطه اسود ولحمه والجداده دي في النص ايوه خدتوها كده حتى الجداده ما ايوه الجداده ما خليك ترجف التشكين 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 التشكين
شفت؟ هاي الساعة الخطوة هم دي 8 تنفار هاي في نصهم في زول نظره ضعيف عمك رأي كبير كده هاي شعلت جنبه الجدادة في؟ لو لا هاي في شعلة والقاعدين في الصينية الزول ده شعلت جدادة لشنياخ ما يخدتها يا أخي لأنا ما مهويني يا أخي معه نطرش قال له فك فك شفت؟ والله جهجها الناس جهجها جهجون يا زول خلاهم قاعدين ساي يا غالي في السهرة كان جداته دي كفجن 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 شرب لي مويه لما مشى البيت بنته قالت لي يا ابوي ها الناس ديل كيف؟ قال لا والله يا بيتي ما شاء الله الناس ديل مرطبين انا العميان اللي قد جداده ما اعرف المفاتيح اللي قشنو اه محمد اخوي هاي انا كان حصل العقد هاي نحصل العقد نكلم الجماعه دي نقول لنا اخواننا عقدوا كان عندكم حفله ولا عندكم اي سوايف في لحظات النتين من الموضوع نختصروا باكر ما يكون عندكم حاجه ما تستقروا لنا الايام وتكتروا لنا الحاجات حلو ورح حلو ايوه حلو والعقد كمان عروسه قالوا شينا شنا رح نخليها جليها جليها لا لا يا فيصل ما عزيت ابوي يا فيصل كيف تنهي الفراش ما انا ما دري لما ما دري شيء كيف يعني زول مات انا كنت في المغابر قبل انا كنت اشوف المغابر قال لك قلت شنو قالوا لي خلاص قلت ما في اي فراش ما داير تفرش عليه ابوك الناس من المغابر ومن الدفن كل زول يتطلب الله يمشي اهله انا ما قلت ينتهي العذاب انتهى مراسم الدفن العذاب ما بينتهي بينتهي المأتم عشان كده العباره دي ما يقولوا انا ساكت انا قلت ما في زول خلاص من المغابر ما في داير ما داير لما الناس بدل انا امسك الناس يجوني يجاملوا لي حاجه ده يمشي شغله اي زول يمشي شغله اي زول جه قال لي الفاتحه خلاص الموضوع انتهى يا فيصل يا فيصل احنا الناس دي دافعين لهم دارين نخلص قروشنا نخلصهم تاني يعني ابونا ومات قروشنا اللي دفعناها لهم دي السكر انا على المجابله النسوان الحله ديل انا مره ما في مره مجابلها اي واحده شايله لها سكر الشكاره الجديده دي 50 الفيال 10 كيلو دي دايره سكري دي الامه دايره قروش دفعت على النسوان دي الامه كيف يعني ما في بك يعني جريت هو جريت ها جريت يعني دارت جرد الحياه حق الناس داير اخلص حقي داير اخلص حقي دفعته للناس انا مجامله انا اي زول بمشي له وانا المستشفى ما بمشي يدي فاضيه انا البكا ما بمشي يدي فاضيه العرس ما بمشي يدي فاضيه ادفعوا لي 200 يعني احنا يا اخي دي عادات سودانيه جميله بنقف مع بعض بنعزي بعض لكن كمان ما تكتروها ما تكتروا خلوا تعطلوا اعمال الناس وما جاب لك سكر هاني انا زول جاب لي سكر كم جبت له سكر بس شنو هو اقول لك حاجه اهلنا جايين من بورسودان ديل حلفوا ضربوا لي تليفون قالوا جايين مأجرين البس السياحي وقالوا لي يا سامي انا اقعد معك 3 يوم في بكابوكي ناس بورسودان جايين ايوه ناس بورسودان جايين هاي بالبس السياحي هاي ديل مهنا كمان معهم فنار ولا ساكت عزتنا في هنا يا فيصل يا اخي دابيكا دابيكا يا اخوانا دابيكا وما لنا بك البكا ويمين الله يمين الله الناس المويه دي بيقوا الناس اللي بيعزوا اهلهم وبيعزوا ابواتهم المويه دي بيقوا يجيبوها مويه الصحه ما بيجيبوا المويه بالحفاظات مويه الصحه يعني انت عاجبك كسير النسوان في البيت ده على حسابك عشان انت قبل كده مشيت لهم الحكايه دي عجباكي؟ هي عجباني اتكسر معاي زي ما اتكسرت معاهم يرقدوا معاي زي ما انت تتكسري كيف معاهم؟ اها تتكسري ليه انت معاهم؟ اتكسر من ليه شو؟ ايوه البوتيكه تتكسر في بيوت الناس 3 ايام وتقولي عشان انا مجاملاني مودي لها سكر شنو؟ مجامله يا اخوي انا مجامله يجاملوني يسدوني حقي ولا كيف يا جماعه؟ انا قعدت معاهم ما يقعدوا معاي كيف يعني؟ انا نفرض ما عندي سكر ها؟ نفرض انه زوج جاب لك سكر انا هسه ما عندي سكر ما امشي؟ تجي تقعد معاي ما عندي سكر بجي شاي مطلق مطلق يديني سلام عليكم الفاتحه مطلق يديني سايحه تطلق يدينك ليش انا جيتك مطلق يديني؟ ظروفي كعبه ما عندي والله اللي بيجي لي يدها فاضيه البكا ده زاد دمعاتي دي ما بتجري معاها يا اخوان ظروف مع الناس ولا مع ظروف مع الناس هاي انا زول ما جيتك انا بجسمي بنفسي بكري عيني جيتك قلت لك الفاتحه فاتحه الحمد لله قعدت معك ما جبت سكر الكشف ده ما في كشف ولا ما في كشف كيف لازم يكون كشف كشف انت ده انت ده يا فيصل انت حلف الناس قالوا لي اي كشف بتاع بكا اقل حاجه بتخطها 100 اخلص قروشك يا ولد امي دي لي يا الله انا دافع على الله دافع على الله مش عشان الناس رجعوا علينا دافع على الله انا ما دافع على زول رجعوا علي ما دار من زول انا ما دار من زول انا بدفع بالناس المسلم اخو المسلم المؤمن اخو المؤمن الشجره وتقع بتقع وتقع وين تقع في اخواتها هاي هاي يا ولد هاي بلا يا فيصل هاي بلا اخوات ولا هناي المهم انا داير اخلص حقي والله كمان ناوي ادق فيهم غوشتين بتاع الذهب كمان حقي دفعته للنسوان ده الله يا اخوانا والله يا اخوانا غايته في الله العظيم يا سبحان الله والله العظيم يا اخي انا داير اقول لك حاجه الكلام ده انسيه تماما اعملي عمل لله
مو بعد يوم بدها تكسري مع الناس. المستشفيات دي بذاتكم كرهتوا الناس فيها. المريض ده بتمرضوا زيادته. كيف يعني؟ ما انا مش جزوره؟ 16 مره حول السرير؟ ايوه كيف؟ دي ما العزه هنا. عزه؟ ايوه. سياره هي؟ العز مرض؟ اه؟ العز دريب؟ 16 مره واثنين دريب؟ اخوانا. زول امشي كده بيدك سلام عليه. زمان كانوا الناس بيجوا المستشفى زول شايل له عمود دمعه دمعه ولحمه شيه وجرجير وبطاطس وكده، لكن هسه تمشي للزول بس المستشفى سلام عليكم تمشي في ناس مفرشين بطاطين قاعدين مجامله شنو دي؟ اي أيوة والله العظيم يوم ذاك هناي ده كان في العنايه المكثفه محمد احمد ده، والله العظيم انا شلت راكده معاه ثلاثه يوم في الواطه، والبعوضه دي ما خلت حته في جسمي ده ما قرصتها. طيب انت ثلاثه يوم انت المفروض تخش العنايه المكثفه. ها؟ انت المفروض تخش العنايه المكثفه. كيف يعني؟ ده كان بعوضه هسه 146 بعوضه عضوكي. ونفيسه دي كانت خلتني؟ ها؟ نفيسه دي انا كان ما مشيت راكده معاه في الواطه مع زمان. المريض كانت... المريض محتاج شنو من رقاكم الورا ده؟ ها؟ المريض ده محتاج شنو؟ والله العظيم اقول لك حاجه. نعم. المريض ذاته نحن لما ندخل عليه والله يعني بنشوفه كده مبتسم ويعني مبتسم زول في العنايه المكثفه مبتسم. اهله مبتسمين. اهله دي الابتسامه الاخيره. اه دي الابتسامه الاخيره دي كلمته هو كده. انت يا فيصل، انت يا فيصل هسه دايرني تقول لي يعني انت هسه يا سامي كله كله لا جاملي ميت لا جاملي في حدود الامكان. في حدود المعقول، في حدود ان نساعد الناس، في حدود الامكان، ما نتكسر، ما نقعد، ما يعني نعطل زمننا. في ناس بيخلوا مكاكبهم، في ناس بيخلوا مدارسهم، بيخلوا مكاكبهم. تكفي لبيتك وتمشي تقعد ثلاث يوم، ينط يروح حرامي يعدي منك القرش. اي والله. وكمان اقول لك حاجه يا فيصل، ما بعرف امشي لزور يدي فاضيه، قالوا تدين وتبين، لازم اشيل حاجه في يدي. حاجه بسيطه. حاجه بسيطه. حاجه حتى لو زول ما جاب ليكي برضه تودي لي، انا بدفع ليكي. انا مش زوجك العزيز. أي. بدفع ليك، يقول لك هاك دي حقتها ما دفعت ليك، لكن اديها برضو. ايوه ازمك يا زول يعني والله يعني ما دفعت ليك شو ما قد لا 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 عيب كده. الناس كده بيضحكوا فيكي والله. بيضحكوا فيكي والله. بيضحكوا فيني ليش؟ زول ما دفع عليك اديه عشان يعرف حاجه واتيه معاه. ما نجامل زول عشان تحرجيه. هو ده قال ليكي عشان تحرجيه براه والله داري في عيد الضحيه يجيب لك كيس كده اللي حرايد خليه. اقول لك حاجه. نعم. اللي خرج يعني اللي هنا ده خليه، ولكن اهم حاجه انا والله العظيم قرشتي ده اخلصها في بكابوي ده يا فيصل. لا خلي لها كلام الله. لله ادفع لله تلقى قدام والله تلقى قدام. صح ولا ما صح؟ صح بلقاه. ايوه ايوه. شوف 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 ياس يا بنت والله اللي دي اول نظره من زوجتك اشوفك عامله كده. انا تمام. لا انا مثلا يعني هسه الناس دي قاعدين هنا كم يوم؟ ها؟ قاعدين كم يوم هنا هسه برا؟ 10 يوم. لا وهم المريض ده ما في زول بيشوفه اصلا. ها؟ اللي زول العيان ده؟ اي ما في زول بيشوفه. يا اخي ما بشوفه شنو؟ ما ناس البيت قاعدين. نجيب السجاجيد دي نفرشها، نجيب البارد ده نخطه، نجيب المويه دي حافظه. اي شفت كيف العمدان تتضارب؟ امال ده تاكل وين انت؟ تاكل لما المريض بتاعك يكون في الانعاش. انت تكون قاعد. اي والزوار يجوا. انت قالوا العزوه وين؟ اول حاجه دكتور ما بيعلق لو ما لقى ناس. اول يقول لك المريض ده وين؟ لكن لما نمر برا يلقاوا لك العمم دي وقاعده كده شغالين خضره كده. انت مجنون؟ حاجه كده يا محمد. اي المريض. نعم. الراقد في العنايه المركزه وقافلين عليه وممنوع الزياره وممنوع زول يخش له، ده بيستفيد شنو من اللمه التحدي؟ ما حد يوم حاجه يا اخي. ممنوع ده بعد ايش المريض لما يكون قاعد في عنبر. اي وهو يشوفك وتقول له يا اخي ان شاء الله اجر وعافيه. أيوة. كفاره كده معلش. انت بتكون سجلت له زياره ورفعت من معنوياته، لكن هو مقفول في غرفه ومتركب له الاجهزه ولا عارف الجمنه ولا عارف الماجمنه. العارف جا والما جا ده بيكون اهل المريض اللي قاعدين تحت ولا قاعدين برا جنب المستشفى. الزول الفوق ده ما بيستفيد حاجه. العليه والرك اللي هو ذاته سيد الصيوان المريض ذاته في رقبته ما في زول جايب له خبر ولا هو جايب خبر. تقول لي يا عزوة الدكتور يا محمد ده كلام شنو ده يا محمد؟ هاي يا محمد. نعم. ازول الراقد ده ما راقد له كيبل في الواطه. هاي ما خاتين كيبل في الواطه. هاي ولا خاتين لنا زول هالفود ده. ازول. نعم. زول حنفولي جدا. ايوه زول مرطب. انا اجي. ايوه القى اهل المريض ده قاعدين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يصبركم. أوه. ربنا يكتب الشفاء. دعوات. لا أه. ربنا يكتب الشفاء. ايوه دعوات كويس. دعوات ليه وانه ربنا يشفيه. طيب الموت ده ما
ما اي زول عنده اجل. نعم. ما حاجه اصلا لا لا كم ما مرضان. اي. ماشي في الشارع ده بتقعد تموت. ممكن. ها؟ انا زي الفصل الزول بيكون رايح كده بيقوم مر روح مرقد دي حاجه طبيعيه. اي ما حسن الله. لكن ده ما زول عيان. نعم. انت بتتمنى له الشفاء. اي. وتقول له ان شاء الله اجر وعافيه. نعم. لقيته هو اوكي ما لقيته اهله. تقول له انا يا اخي مريضكم ده ربنا يشفيه. ايوه. وتقعد لك دقيقتين ثلاثة كذا وتبقى مالك تشوف شغلتك الناس تجد عسكر تقيل اليوم كله والزول راقد أيوة. فوق اخواننا ده كلام يا محمد يا محمد سجادة يدعو لك المخدة كده تتوسد ها ها في وين؟ تضحك؟ نضحك وين؟ تضحك وهو زول عيان انت اللي بضحكك شنو؟ يا اخي ما بيعالج فيه صارفين عليه قروش دراجل ب 30 مليون اتحد يجيبوا العمدان المحشي تقعد تاكل محشي؟ والله شكلك ده شغال روس ساكت محشي 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 لحمة هوبر هوبر يعني هسه دي مناسبة عشان انا اكل فيها يعني يا محمد انت ما جيت للمريض المريض ده ما لازم ازوره انا هيقول لك الزول ده ما قاعد يمشي للناس يقول لك الزول ده مجافي الزول ده مفتري انت عارف الكلام ده بتجيب له روحك قال له ما راح عليك الله يا اخي نقعد معاهم خشب خشبين كده لا انا ما ضد المشي انا ما فكرتي اصلا ما ضد المشي أه. المريض ده ما انا اصلا الزول مراقد واهله قاعدين اي وبكونوا الناس المرافقين له اي نمشي نزورهم ونرفع معناته ندون اهتمام واي حاجه الزياره دي ما مكعبه ايوه مصلة رحم ودي لها كويس نعم لكن انا بتكلم عن القعاد الناس تجيب الفرشه وتقعد وتتغدى يعني ذاك ده ما في الاوداعي لان ما المريض ما حيستفيد منه حاجه والله هاي نمشي لهم ونقول لهم كفاره وسلامتكم نقعد معاهم 10 دقائق وربع ساعه وبعد ذاك نمش لكن ما مقيل يا حمد نبطل شغلتنا يا اخواننا طيب ونمشي قيل اقول وصلنا السلام عليكم وبعدين جابوا العضه نمشي لا جابوا العضه اي لا يا حمد يا اخي يعني جيت انت بس ماشي معلق اه يعني بس انت نزلت معلق ولا شنو يا حمد ازول ازول مرات بيمشي لرزقه مرات الرزق بيجيه هسه احنا ماشيين للرزق لقينا في شومه نشوم آه. يعني هسه مشكلتنا كلها نحن نمشي المريض عشان نقلنا اكل لا لا يا حمد ابدا ها؟ ابدا زياره المريض انا اعاشر الناس لكن في العشره لو لقيت لي حاجه تسندني عشان امشي للزوله الثاني كمان هو مرات المريض ده الزياره ده ما كويس سمعوه كيف؟ ايوه ليه؟ لانه بيكون طالع من عمليه أي. ولا مثلا مرضه ما بيسمح للناس يتكلموا معاه عشان لانه كده احتمال تحصل له التهابات أيوة تحصل له حاجات نعم. المفروض يدوه راحته المريض. يعني ما مثلا نقول له ما تتكلم ما تتحرك كثير ما تجد نفسك في حاله زي دي ما بتدعي كل مره زي نسلم عليه والله يا محمد زي كلامك اللي ذكرتك كنت له ذاته وتلقاه تعبان منتهي روحه مارقه يجي يسلم عليه كده كحال ربنا يديك الصحه ربنا يديك العافيه يا اخي معقول؟ ده هنا ما قتلته انتهيت منه والله يا ما في داعي محمد مصداق ليه كلامك ده هاي حسن راجل امينه هاي الزول المسكين البجاي ده هاي الزول ده راقد في المستشفى اظن عملوا له عمليه زايده هاي مرق كده اهله ده كده كده باللواري والباصات هيا ازيك يا هلا من كيفك ان شاء الله طيب كويس 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 ثاني يوم فتحوا جرح بطنه دي اتنفخت قلت كده قالوا له شنو قال لهم سلام بس سلام سلام بس ها كده ده الغلط ها ده الكلام اللي قصده انا هاي انت التجامل المجامله دي احنا والله المجامله دي بتكتلنا بتنتهي مننا غايته ها المجامله دي ما كويسه كده بالطريقه دي اي والله كده ما كده المجامله ما في محلها ما زي يومتها احمد ذاك مشى لصاحبه في المستشفى اي مش في سراير النوع اللي بتعملها كده زي المنافيل هذيك اي وده اللي عمل فيها ظريف اي اي قال لها وين يا خالتي ان شاء الله طيبه قلت له يا ولدي بس حولي لي راسي كده الله يسهل عمل كده خالته يا شباك ما في ايش طارت هذا كلام ده اها الله يصعبها كلام ده اي صعب هذا حاجه انت ما شغلتك ولا دي مهمتك المفروض هذا ما تشبر فيها اي اي والله وده النوع اللي بيمسك الدريب اي يقول لك الدريب ما تدوا له اي الدريب كعب ما تدوا له يمسك يقول لك انا اشتغلت تبريد انا اشتغلت تبريد القى زمان في الكشافه أي. يقول لك انا اشتغلت تبريد يمسك الدريب نقص حتى لو اشتغل تبريد هم زي راقد في السبيطار وعنده ناس بيهتموا به وانت ما في داعي تتدخل حتى لو انت الدكتور ما دام هم في زول متابعه انت ما لك مدخل نفسك اي والله صح ما في داعي والله بعدين في ناس كده النوع اللي بيمشي يقول عيان مثلا عيان راقد كده ويقول يا اخي ما بس الايامات دي اسقع علينا شوربه ما تاكل اي حاجه يجي زول يقعد جنبه يقول له والله بالمناسبه عندي حسن ذاك ادوه شوربه مات والله اول ما يقول لك الدكاتره يتكلموا بالانجليزي يقول لك ذيس از ذا بيشنت انت ميت يدخل لك المريض في موت والله المريض يبقى في روحه ها والله نظمه بيبقى بالانجليزي انت ميت ده النوع اللي يجي يقول لك اول امبارح مشي لحسين اللي قال انا خرته دي وارمه كده ثاني يوم مات لانه قال عنده مواد سرطانيه قصص شفت المريض ده بتقول كده هذا طيب هسه انت اذا بتمشي للمريض تقعد تحكي قدامه حاجات زي دي ابدا ما موت يموت والله ما بالحكه زي بنتهي ده اي أيوة والله
دي واحده من الحاجات الخطا اللي احنا قاعدين نقع فيه. ثقافتنا دي بتضيعنا والله، ما كويسه. نعم، في ثقافات كده دي حقه نتخلص منها. اي والله، لانها بتضر الناس بتضر الاخرين. اي والله، لكن احنا ما بنفكر لها، ننظم ساي بس على سجادنا. يقول لك زول ده على سجادته والله ما قاصد حاجه. لا لا انت لا. ما قاصد حاجه، لكن بينه بكون غلط طريق زول. اي والله صح والله، ما صح. اي لكن يا حمد، هاي حسن ده هاي. والله قالوا راقد في مستشفى خاصه، ما نمشي عليه. لا نمشي نازل، لازم نصلون ونحكى عليهم، نسجل لهم زياره. أي. وبعدين برضه في بكا نغشاو نرفع لهم الفاتحه ونزور المريض. البكا ممدحوه، لانه شعب ما ادراك دور احنا نجي الفتح. نجي ناس المحشي يا اخي، سامح مستشفى ناس المحشي، سامح. هاي تقول لي في تد اروح المستشفى ونجي البكا. اي والله العظيم بقول والله المجامله حاجه كويسه، لكن اغلبيه السودانيين بيجوا يعملوا المستشفيات اول البكا بيجوا يعملوا برنامج، يعني في ناس معينين بيمشوا عشان يقعدوا في المستشفى عشان ياكلوا عشان يتونسوا، ما قصدهم انه يمشي يعني شنو يجاملوا اهل المريض او الزول المتوفي. يعني اغلبيه السودانيين بيجوا يمشوا عشان يتونسوا ويعملوا برنامج ياكلوا ويشربوا ويشربوا القهوه، يعني ما قصدين فيه انه يجاملوا. والله بقول المجاملات المفروض تكون في حدود المعقول، يعني ما حاجه تكون اكثر من اللازم. يعني في انه بيجي قبل العرس، يعني مثلا او قبل العرس باسبوع اسبوعين تلقاه قاعد، وفي انه بعد البيكا تلقاهم قاعدين اسبوعين. دي بتكون تكاليف على اهل المناسبه وذاتهم، في حين انه ممكن يكونوا ما مستطيعين للحته دي. فبقول المجامله حاجه كويسه، لكن برضه تكون في المعقول. يعني السودان عندنا عادي انه الناس تاخذ لها فتره بتاعت اسبوع 10 يوم مثلا ثلاثة ايام، هنا دي المرحله انتهت يعني. لكن المفترض ينتهي العذاب، ينتهي مراسم الدفن او ينتهي الماتم، ينتهي مراسم الدفن تخفيفا للحاله الاقتصاديه العامه كده. في المناسبات مفترض يكون العقد والعرس والحاجات دي في يوم واحد، في ساعتين ينتهي المراسم، كل الناس ينتهي. تطير الحاله الاجتماعيه والحاله الصحيه باختصار انه الموضوع يكون بس ينتهي في اول باول. طبعا يا اخواننا دي عاداتنا، السودانيين معروفين بالحاجات دي، بس يعني شنو يعملوها معقولة. دائما الحاجة المعقولة أحسن منها ما في. فالناس لما تتكاتف في حاجة زي دي، ويعني والناس تشعر ببعضها، دي حاجة سمحة جدا. بس شنو يكون في حدود المعقول، يعني كل حاجة لما تزيد عن حدها تنقلب لضدها. عمودي نزلت عربية الطلحين قبل شويه. هاي وقفوا هنا، نزلوه وهو بيدق في الباب كده وما لقى زول. اظن مشى كده ولا مشى كده ولا مشى كده ولا مشى كده، ما بعرف المهم مشى. مشى وين؟ انا كنت في الجمعيه بنشرب في القهوه وسرحت. مشى وين ولدي؟ ما بعرف والله يا ساره، ما بعرف. وخدته جنبك في الدكان مالك يا خلي، ما موزع ولا قبل علي ذاته. قلت لك ناس الروضه بس نزلوه. هاي فاتوا بالعربيه بتاعتهم دي، ووقف عنده شنطه كده شايله في ظهره يدق في الباب، ما انتبهت له. انا ما بيعدي دكاني كمان، اقعد ابهر يشوف على الحله ولا شو. هاي لكن بتاع الروضه ده مكان اول حاجه ان شاء الله يضرب لي تليفون يجيب لحد ما اتاكد وخش البيت ولا ما خش. انت ذاتك مش عارفه موعد ولدك بيجيبوا الساعه كم؟ سرحت تتربي في بيتك؟ سرحت والله يا محمد احمد، سرحت. يلا اكل السرحه، يلا اكل السرحه. الجمل يعني السرحه والتمساح واكلني. ها؟ انت مجنونه؟ ها؟ لا ما والله عايشين ساكت في الدنيا العجيبه دي. ولا صغير عمره اقل من 5 سنوات تسيبيه جنب الباب هنا تقول لي كنت في جمعيه؟ جمعيه شنو يا وليه؟ جمعيه شنو تجنيتي؟ شوف يا اولادي اول حاجه والله اللي راجلك شفت انا لا نزل معاهم من الطلحين من ما تقول نزل يا وليه. انا فتشت الحله دي كلها، مشت الجيران كلهم، ما لقيت ولدي ده كله. مشوا وين يعني يا محمد؟ ما قلت لك نزلوه بس ومشوا. أه. العربي انت بتعرفي العربي ولا ما بتعرفي العربي؟ انا بتاع الطلحين ما اخليهم. هاي العربيه مشت. اها مشت كيف يعني؟ وقف بس العربيه ما مشت، ودي الولد الباقي. اي ولدك ده وقف جنب الباب، انا عينت ما انت ما تركت كثير ذاته. تخيلتك انت جوا دق الباب كو 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 بحجر شال لي حجر. ايوه ثاني ما انتبهت له. بعد شويه لقيته جا ماشي فيني كده، اظنه مشى كده. قلت لك ايه؟ ولا كده حدد لي الاتجاه يا محمد، خليني امشي عليه. حدد لي انت قال لنا قناص، انت مجنونه. ما قلت لك انت كانت تقعدي بيتك، انت كانت تقعدي بيتك عشان لما يجيبوا لك ولدك تستلميه. والله راجلك الوش زي الدور الجلال اللي يطلقك. انا مالي مال الراجل يا خرفي، ولدي مالي مال الراجل، خليه يطلقني. والله ده مال منك انت، تتحمل المسؤوليه. انا عارف تتحمل المسؤوليه. ولد عمره 4 سنوات زي الساعه 12 تطش تقول لي كنت في جمعيه وبشرب لي في قهوه. قهوه شنو يا اخي؟ والله انتوا النسوان دائما مرجعيننا لورا، واحنا خلينا في الدكان ده اشوف ولدك ده طار وين. وقفوا هنا بيدق في الباب ده يبكي والشنطه والعرق. بعد شويه طشه كده هي تقول لي كنت في جمعيه. ما بتحكي لي اروح معايا يا محمد، اشوفه معايا يا محمد، ولا بلغ لي بوليس ولا اعمل لي اي حاجه. بوليس؟ لا 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 يا اخي، بكون لافي كده اظنه بيجي. اي ولا بيجي بوليس شنو؟ نمشي وين؟ ما تقول لي بوليس، انا ما بكبش. بوليس شنو؟
ونعمل شنو لا في شغل بوليس بوليس مشو انا الجيران ده كله فتشته ودقيت الابواب سالتي امنه ديك بتاعت الطعميه سالتها امنه ست الطعميه خلاص ولدي جيني ترشي سالتي المره بتبيع ترشي لا ما دي ما مشيت لها نفيسه ما خلاص نفيسه دي بتكون تعالي شوفيها امشي فيها وتعالي نفيسه دي امشي لها ست ترشي هاي دقيقه بس ترشي والله الليله راجل الوش ده الدور جاي يطلقك ما بيستحم اسمعوا الكلام يا اخي نسوان فارغه ساكت الساعه 12 قلت لي جبنا وجمعيه جمعيه شنو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا محمد هاي يا محمد ايوه ما لقيتوا الناس لا في سبا لقيتوا انت ترش ما لقيتوا ما لقيتوا طيب ترش ما لقيتوا طيب قالت لي الليله اصلا ما جاني ما جاب جاي الليله طيب انت عندك هنا خيلان عمام هنا في الحي ده في الطريق الثاني عندكم اي خالتي زينب خالتي زينب اي عم شوفي خالتي زينب وتعالي شوفي خالتي زينب عم شوفي خالتي زينب والله يا راجل الوش ده الدور جاي يطلقك يا سلام يا محمد ايوه قالت لي ما جاني ما جا قالت لي ما جاني ما جا ما جا خالص طيب طيب بقول طيب 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 كيف هسيدي كم ساعه من الطرح ما جا طيب طيب اقول لك حاجه ما في حلال غير انه نمشي نمشي الفريق الورا كده انا عندي اصحابي عندهم ركشات أيوة. نخلي بتاع الركشات يلفوا معانا اي بديهم وبعد هاي ونشوف الحاصل شنو أيوة. خلينا في الدكان وجي هاي في الدكان بس خل اروح خلينا في الدكان اروح يا شباب انا ما عقلي ده ما خلاص انا عقلي ما خلاص اي والله انت عقلي ما خلاص عقلي قال لي والله راجل قال وش زي الدور جاي يطلقك لا حول ولا قوه الا ساميه مش هدول المره زي السمبريه دي يا ساميه والله يا اخي الـ 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 الكلام ده زمان ما عندنا ما بنسمع به يا اخي بس كتر كتر الكلام اتفشت في البلد دي بقت حاجه مصيبه حاجه مخيفه يا اخي تبسع تاكل كل يوم خلي بالك بعد ده الواحد الا اولاده خلوني يقروا في البيت ولا يعمل شنو ما عارف ذاته ذاته الاولاد ده فترنا منهم البنات ده فترنا منهم يعني ذاتي النسوان ما عندهم المفترض يهتموا بابنائهم يعني واحده تمشي تعمل لها مصيبه تعمل لها حاجه ما هي المشكله ما لانه المره هي بتكون قاعده في البيت اكثر وهي بتكون لصيقه بالاولاد اكثر من الابو الابو ده طوال في سفر وفي شغل وفي جري وفي كده ما هي القصة يعني الراجل يقعد يسيب شغلته يقعد يحرس اولاده ولا المره تقعد تحرس البيت وتحرس اولادها والله ما هذا كمان لا خلي الشغل بس يا اخي دي قصه صعبه خلاص يا اخي أي تعرف الحاجات دي بتجي من شنو؟ بتجي بالعطالة والقعدة في الشوارع بدون شغل والناس انفصامين الشخصية والحياة الناس اللي ما عندها شغلة دي الناس اللي ما تمام مخهم وعقلهم ما كويس دي الحاجات اللي بتصدر منهم مصايب الدنيا ما هو أصلا زول بيخطف له طفل ولا يغتصبه ولا كلام زي ده ما معناه زول أصلا مريض عيان يعني ما شديد طبيعي صح؟ ما طبيعي أصلا طيب ما بزول شديد نصيح بيعمل كده يلا المسألة دي دار علاج يلا نحن مفترض كلنا ونحن والمجتمع نفكر في الموضوع ده اي والله اي والله الشغلة دي كترة كترة شديدة انت خلي بالك كلامك صح فعلا العطالة والمخدرات والحاجات دي المخدرات دي كمان اخطر حاجة يا زول والله انا اتخلي السبب الرئيسي في اغتصاب الاطفال والحاجات دي المخدرات بس انت جبت الضالة اي والله بس هي المخدرات دي نحن لو حرمنا المخدرات والعطالة والقعدة وقعدة السايدة واضيف لك حاجه ثانيه الحاجات دي برضو عدم العلم عدم العلم الجهل ذاته برضو بتجيب المصايب برضو يعني زول تلقى كبير وما فاهم وما واعي وبرضو عدم الدين يعني زول ما مدين صح وزول ايمانه ما قوي صح ها صح برضو بيجيب المصايب زي صح فدي كلها اشكالات والله كثرت كثرت زماننا الكلام ده نحن بعد 20 سنه حتى تسمع لك بنت اغتصبوها ولا ولد اغتصبوها ولا كلام زي ده ما في كلام زي ده ما في حاجات دخيله حاجات دخيله فعلا ايوه ايوه فعلا لكن لازم نحاربها بالضبط كده الله اخواننا اقعد السايده كده ونقنب نعاين الحاجات دي تحصل ونحن ما مسؤولين برضه طيب يا اخي تاسي بتفكر في شنو فكرتك خطتك لمحاربه الموضوع ده شنو نحارب الحاجات الدخيله والضاره واللي بتكون سبب للحاجات دي ذاتها ما هي انا معاك لكن الخطه نبتدي كيف ونمشي وين ونجي من وين عشان يعني ناس الخرشه والشم والهنايه والحاجات دي انا تخلي دي هي دي اللي بتخلي دي كارثه هاي وبرضو الشباب الطش اللي بيطلعوا الشماشه والقاعدين تحت الخيران ده الاول حاجه نبتدي بيهم ونهذبهم وننظفهم ونديهم الصحيه ما في اهتمام ما في اهتمام لكن كمان يا اخي كمان الدوله براها ما بتقدر تعمل الحاجات ده انا بتكلم عن منظمات المجتمع المدني تخش معانا في الشغل الحق اليد الواحدة ما بتصفي ايوه صح هاي ما بتعمل حاجه صح لكن احنا نخدم نفسنا بنفسنا برضه لكن والله برضه انت عارف في حاجه فايته علينا اللي هي الدوله دي المفروض تعمل قانون صارم للناس زي ديل كلامك صح يعني انا هسه دي يقولوا لي زول ده اغتصب له طفل عمره 4 سنة 5 سنة المفروض طوال يعلقوه قدام الناس كلهم طش والله ثاني زول يعمل كده والله ثاني لو... من الحاجات المهمه ايوه فعلا كلامك صح لو ودوه طلقه طاح كده عدمه والله ثاني لو هو ذاته فكر فيها هاي. ما يعمل احنا في محكمه الليله ومحكمه بكره وتاجيل واستئناف وحق ودفاع والله المفروض طوالي في لحظته والله كلامك مظبوط
مش الجريمه ثبتت عليه؟ هاي لكن طيب قبل ما نفذ الجريمه انا عندي لك اقتراح. احنا اول حاجه نشبع المجتمع كله بالمعلومه ونحارب الحاجه دي زي ما قلت لك. نعم. ونهذب المجتمع. نعم. ونعالج الناس المصابين اللي عندهم مداد. والله الحاجه كده. والتعليم والجهل ده الشال برا. ايوه. بعد كده الناس ذاتها بتوعى وبتقدر تحل معاك كل مشكله مستحسيه زي المشكله دي. ايوه والله. لانه اطفالنا بيجوا في خطر. لكن الناس دي كلها لازم تقوم. ايوه. جهة واحدة ما أيوة الكلام أيوة. ما بيسوي. قلت لك منظمات المجتمع المدني أيوة. والشباب والمراقبة والمراقبة دي كلها أيوة. الموضوع والأسرة ذاتها تكون حريصة على أولادها وعلى بناتها وتتابعهم وتعرفهم وتشوف بيمشوا لأبنو بيجوا معاملوا صحبانهم منو حاجات تفاصيل دي كلها نحن الناس بقينا ما شغالين بها. يكون في تغطية بتاعت إعلام يعني نفس الناس توري الناس في أماكن في السوق في المدارس في أي موقع مفروض أنت لما المدارس دي بالتحديد أيوة المدارس دي بالتحديد دي أول حتة مفروض يبدوا بها. وبعدين اقول لك حاجه نسيتها انت الاطفال دي مش رايحين بعربات هاي العربات ذاتها اللي بتطرحها دي المفترض تدرس للسواق والمشرف ايوه المشرف اللي تجي شفت لو ودع الشافعي ده لو دق الباب أيوة. ما جا زول من الاسره المفترض ما تسلمه صح ولا ما صح ايوه دي شدد عليها شديد جدا صح اثنين يوروا البرنامج الاسره ذات تقول لها اسمعي أيوة. لو نحن ما في الود ان شاء الله ترجعيه ايوه اصله لازم تنزلين يكون قاعدين يعني ممكن تطلق الطفل كده في الشارع ويدق الباب ونحن ما عندنا ممكن تطلقوا عربيه ذات على أيوة. أيوة. ما ممكن في الكوسه فدي لازم تكون برضو دار لها توعيه كبيره وجرعه عشان نقدر نستوعبها والله يا زول أي. والله اغتصاب الاطفال ده موضوع ما سهل ده موضوع كبير خلاص دي قصة عجيبة ورح كازو نبدا شيطانية ورح نبدا ليس بني ادمية ذاتها ورح نبدا طوالي وانا معك يلا ارح يا سامية وبعلى يا محمد يا سامية البلد بقت ما امان لا اله الا الله ولدي لكم ساعة طيب البلد ما امن بالراحة محمد انت الخبر شنو؟ ما في الاولاد مشوا مشوا وين؟ ما مشى كذا قال ما لقاه ما لقاه ودنا اسبابك قال مشى شري كذا ما لقاه الناس جنتهم جنتها ستة انفاس كلهم جوا راجعين قالوا ما لقاه وهي ولدي جاوز ما بعرف عليهم مصيبة ما في مصيبة ما في مصيبة الا بخير حلته كويسة حلته كويسة لا 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 ما في امان يا ناس ما في امان ما في امان ده كله منك انت مين الاول لو اتنيت في بيتي وقعدتي ما كان أنا. حصل والله راجل قال وش زي الدرج اللي طلقت يا اخي خليك تني بس يجي ولدي بس يجي ولدي خليك تني بيجي 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 جنات فينا فريق ما جو انا في جنات فينا فريق منهم ما جو اصبري بس عثمان وبابكر قالوا ماشيين شوفوا لكن انا الصبر الجوين انا الصبر الجوين انا مقلقه يا محمد انا خفت خلاص صلى الله عليه وسلم انا خفت يا محمد والله حياتي ما كان بيتشبهنا والله ما كان بيتشبهنا ولا اله الا الله طيب قاعد احصل على الاطفال دي يا محمد والله شفت قاعد يحصل على الاطفال شنو يا محمد والله شفت قاعد يحصل والله اول امبارح لاقاني عثمان ده قال لي جيرانهم الورد بغادرين اقسم بالله ولد عمره 10 سنه شفتي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله والله قالوا جيرانه قاموا الصباح لقوا وين سافر سوادي لا اله الا الله وب علي وب علي يا محمد وب علينا يا محمد هعمل شنو عشان كده انتوا النسوان عندكم دور كبير في المجتمع تراقبوا اولادكم ما تسيبوا الاولاد ساكت تيجي تتولولوا تتلفشوا هنا كل زول تمسك ولدها وبتها شفتوا كيف المجتمع عنده دور انتوا عندكم دور بس اقول لك حاجه يا محمد بس القى ولدي ده انا تاني ما عندي شغله ما بتلاقي بتلاقي حاجه أي. انا ذاتي يعني بدل الجمعيات الفارغه حقت العده وحقت الدلاجين وحقت الكلام الفارغ ده نعمل لنا جمعيه بتاعت حمايه الاطفال في الحله هنا ايوه اي ايوه جمعيه في الحله بدل المعون والبلاستيك أي. والخشب والدلاجين اللي بتشتروها دي ما عنده معنى اشتروا ده. اولادكم ايوه والله عملوا جمعيات بدل عملوا اسمعي اسمعي هنا أي. الولد والابن والبنت هكذا الجماعه بيجيبوا ده تنظم باللغه العربيه الفصحى اي يا محمد خليه انا اخترح شنو انا اخترح شنو اي خالتي فاطمه ديكا مره فاضله ومره صالحه أي. نقعد اي مره عندها مشوار ازور ما اعرفه يا محمد ممكن اكون انا مشيت المستشفى دقيقه عاملوا فايبريشن الو ده موسى نجيله ايوه يا موسى لقيت وين اسمعي ولدك في الحوادث يا راكي وما عليه كلنا وما عليه كلنا وما علي قلت لك يا محمد أي. الحمد لله أي. الحمد لله ولدي كويس اي كويس لكن اقول لك حاجه يا محمد أي. زي ما قلت لك الموضوع اللي بديته لك قبل نعم بتاع الجمعيه احنا نعمل الظروف ما معروفه أيوة. يعني احتمال ولدي ده يجي من الروضه أيوة. يلقاني انا مشيت لبيكا يلقاني وديه زول عيان ما معروف الظروف عشان كده شفت بيت خالتي فاطمه ده بيت كبير كويس نحن اتفقنا أيوة. قلنا طوال نكلم كل الناس بتاعين الطراحيل وبتاعين هنا اي طفل يجي يلقوا امه ما في يودوا لي خالتي فاطمه والله خالتي فاطمه تجي تستلم منها ولدك هم اصلا الحكايه دي مشاركه يا سيما اي بتاعت الترحيل دي
يفترض تكون قاعده مع الباب. اي الباب يفتح تنزل الشافع وتنزل معاه تدق الباب كو 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 ما في زول فتح تركب الولد العربيه وتوديه الروضه. انا غايته دي الحاجه اللي بعرفها. ان شاء الله الولد لقيته. الحمد لله. قالوا ولدك راح. الحمد لله لقيناه. بلغتوا البوليس؟ بوليس شنو؟ لا لا ما بلغنا البوليس. ما لقيناه مسنجيله. اي والله العظيم كويس. لقيته وين؟ كويس لقينا في الغابه ولا هناك. شفت الغابات الولد ذيك؟ اي شفتها واضح عيونه زي المقلبات. اها قام ساقوه قال له ودى المستشفى. اي ودينا ما للفحوصات كذا ونشوفه كذا هناك لكن كويس سليم 100% 100% الحمد لله ما عنده حياه. الحمد لله الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. اي يلا كنا بنتكلم لا على انه الاهمال ده منكم انتم. ايوه وقلت لا يا اخي في الترحيل البر المسؤول عن الترحيل دي تفتح الباب هي تنزل مع الولد تدق الباب. الباب ما فتح مش اهل الولد ده ما في شيء مش تركب العربيه ترجع الروضه. ما في تلفونات. اي التلفونات دي قاعده لشنو؟ ايوه تضرب تلفون. تضرب تلفون ما هي تلفون والامر عندهم في المدرسه. قلت لك ولدك وين كده يعني. ايوه بس ده الحل الوحيد. وانت ذاتكم انت ذاتك ساعد ولدك ولا بنتك جايين بيطلعك شنو؟ ما لازم تكوني موجوده ذاتك. ظروف يا جماعه مرات بيكون حصل اي ظروف يعني. ما في ظروف جبنا بس شغالين جبنا وفلان عملت وفلان سوت. شفتكم والله انه صار دير كلكم بتتلموا هناك بتناس عوضيه. انا شفتي وضع علي. شفتكم هاي نروح هاي كله كده بس اللي طالع اخواني. لازم تخطوا بالكم على اولادكم ان شاء الله. لازم تخطوا بالكم على اولادكم اخواني. ضروري ضروري ضروري. انتوا بالتحديد كمان ما زي الرجال ديل بيطشوا النسوان ديل هنا. انتوا بس ربنا يعني يساعدين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اي والله كله فوقين والله. انا لا والله نفسي ما اشي اقول لك حاجه. انا من دربي ده ماشي للنسوان بتاع الحله كلهم كويس. ادعوه للاجتماع والخاطفاتنا. والخاطفاتنا ده حيكون زيه زي اي حضانه في الحي. لا انت تسوي شنو يعني؟ اي مره نعمل جمعيه. ايوه جمعيه خيريه. ايوه عادي كده. اي مره حصل لها ظرف ما قادره تمسك ولدها في الساعه المحدده الولد يجيبوا لها خالتي فاطمه تجي من مشوارها. والله دي فكره كويسه. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. انا نازل ده سلام ولا خد على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يبارك فيك. كيف جمعتوا ناس؟ اي هناك هذيك هذيك. اه قلت لي كيف الحصه شنو؟ الحمد لله. لا لا سليم كويس في امان الله. تمام. انا سمعت قالوا دارين تعملوا جمعيه. اي جمعيه. ونحن والشباب اتفقنا مع ناس. وين الشباب؟ محمد بس محمد ونحن كلنا. وين الشباب؟ ايوه كيف نحن شباب؟ يا اخواننا بصراحه الموضوع خطير. ايوه الموضوع خطير. نعم. انتوا هتعملوا جمعيه لمحاربه المصايب والمحنه زي دي. ونحن كشباب حنطلع اي حته. أيوة. حنمشي نبلغ فيها. نعم. وندعو كل الناس. نعم. بالليل والمساء وائمه الجوامع واي محاضرات. أيوة. والجامعات. أيوة. والطلبه والمدارس. نعم. حننشر الموضوع ده عشان نقدر نحارب العاده السيئه دي. نعم. نحن بلدنا بانها تكون نظيفه زي زمان. نعم. لانه نحن عاداتنا السمحه ما تخلينا نعمل حاجه زي دي. نعم. الكلام ده واضح يا اخوانا؟ واضح. لكن انا بقول عشان الناس تساعدنا كده نزعل الناس زي اللي يمكن يدونا وجهه نظر كويسه. ايوه 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 يا سامية. انت كرامتك على ولدك وينك تمشينا ملح ولا شو شوفي لنا شو يا اخي؟ احتمال عندها ظروف يا اخي. احتمال عندها ظروف. فرخه فرخه. والله الجهود لابد انها تكون متضافره والبيت براه ما بحل مشكله والحكومه براها ما بتحل مشكله. نحن كلنا نحل نساعد في حل المشكله ونشوفها نابعه من وين ونجتثها من اصلها عشان الناس دي كل اللي بالسودان ده عايش مشكله كبيره بتاعت انه ولدي ما لقيته وبنتي ما لقيتها وخطفوه وسووا له. ولا بد من الشرطه السودانيه الامينه علينا وعلى سوداننا تكون عين ساهره وعين امينه لرعايه هؤلاء الضالين الذين يعني ظل سعيهم في حياه الدنيا. المشاكل طبعا بتتعلق بين الاطفال بالاخص اللي استحدثت فيها حديثا في السودان بالاخص ما كانت مالوفه لدى الناس. الان اصبحت ظاهره تكاد تكون ظاهره اجتماعيه فدي فيه خطوره شديده على المجتمع بالمناسبه. عشان كده الدور متكامل بين اولياء الامور بالاخص في البيت سواء كان الام او الاب. الاب ما يكتفي فقط يقول يا اخي دور الرغابه في البيت هو في العمل وكده على الام. لابد يتفقد انه يا اخي يتاكد انه كل نهايه دوام اليوم يتاكد يضرب لي لأم الأولاد بأنه يا أخي الأولاد الحل وصلوا البيت ما وصلوا حاصل عليهم شنو عشان في دور هو بيقوم عليه. لأنه الأمهات بطبيعتهم حنونات في حاجات كثيرة بتحصل داخل المجتمع ما بتحصل للأطفال ما بيحبوا يوروا لأبوهم بدري. فالكلام ده بيعدي إلى قد يكون يتعرض للطفل يتعرض لحاجات وأمه ما توري أبوه يبقى دي مشكلة حقيقية. وأن حتى في المحاكم نجي كثير من الخلافات اللي بتحصل بين الأزواج هي قد تكون وراء مستورة بشنو بغطاء خلاف حول تربية الأطفال.
مرق بيتين وما جا بيتين انت ما بتهتم به وانت تيجي بعد ذاك يجي يستر لك بانه يا اخي هي هو 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 بيسيء لها المعامله وما بيقعد يحسن معاملتها، والكلام كله تلقى خلفيته حول جزئيه كيف يحتموا الاطفال. الاب بيشوف نفسه هو بيمشي بيمرق من الصباح وبيمشي بيبحث عن اكل معاش الاطفال، والام هي من جو من دورها تراقب الاطفال، والام بتشوف لا هي دور مراقبه الاطفال لي هي كمراه وكده ما واجب عليها كثير كده لانه دور ابو. فبعد ذاك لما تحصل الخلافات بيجي بيغطوها بعد ذاك بخلافات اخرى بانه يا اخي بيسيء لها وما اعرف لك، وتلقى كل الكلام ده كله وراه الخلاف حول تربية الاطفال. الحرص في البدايه يكون من داخل البيت، ثانيا الحرص الاخر بيكون طبعا من التوعيه برضه داخل المنشات يعني مدارس الرياض كده، يكون ناس المدارس وناس الرياض عارفين الحته دي حته بتاعت انه البتاع السائق يعني بتاع الترحيل يفترض يكون عنده بالنسبه له قاعده ثابته، ويعني انه يكون حريص جدا والمدرسه تكون حريصه على انه السائق ده يتابع الطفل لغايه ما يدخل بيته ولغايه ما يستلم والده. ثالثا المجتمع، طبعا المجتمع طبعا الفراغ عدم الوظائف عدم بتخلق بعض الاخلاق السيئه للمتعطلين المتشردين اللي هو بتخليهم يعني هو يتعاطوا المخدرات وكده وكده. المتخدرات بتدي الواحد عشان ارتكب الجريمه حتى ما واعي بانها هي بتعمل شنو، يعني ممكن ينهي جيل، ده جيل اذا انتهى جيل كامل او انتهت الحياه. الهودي برضه دار لها توعية بالتضافر مع الجهات مع الحكومة مع الـ مع مع الـ 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 مع المجتمع المدني، سواء في الأحياء أنا والله بقترح إنه في كل حي يكون في يوم الجمعة يكون في درس في المسجد يلموا الشباب مع بعض يوعوهم يا جماعة المخدرات دي خطيرة بتنهيكم بتنهي المجتمع بتنهي كده بتدي للجريمة بتدي للنار بتدي للعقوبة في النهاية انت ذاتك بتكون في هاوية. فالمجتمع ذاته يتوعى بكل البرامج سواء توعية في داخل المسجد في كل حي أو في كل مدينة أو في كل كده، يعني المهم عشان تضافر الجهود بتقلل بنقدر نحارب الظاهرة السيئة دي. والله طبعا فعلا في ظواهر بتاع جرائم بتحدث في السودان هي دخيلة على الشعب السوداني. الشعب السوداني مشهور بالشهامة والرجولة والنخوة، فالجرائم اللي حصلت دي كنا بنسمعها في الدول اللي حوالينا. لكن أنا بحب أنبه الأمهات والآباء بالذات إنه ينتبهوا لأولادهم، يعني بالذات إذا كان في مناسبة الأم طلعت الأب طلعوا انتبهوا لأطفالهم، وبالذات كمان بنبه الأمهات في اللبس بتاع الأطفال. حقيقة في أطفال بيكونوا لابسين لبس يعني هو ذاته بيسبب لهم مشكلة، فبنبه الأمهات بالذات إنه الأطفال يحاولوا دائما يعني يلبسون لبس يعني يخلوهم بعيد من أي مشاكل. وبالذات كمان برضو الأمهات الأطفال لما يجوا من الروضة أو من المدارس أغلب الأمهات بيكونوا هم في الشغل بيتركوا الأطفال للشغالات في البيت، ما بيكونوا منتبهين في الطفل بيخش وبيطلع تاني برا وبيلاقي يعني البلد بقت يعني فيها شوية دايرة رعاية.